مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. مساء السعي للرزق. لا كملش اشتغل لسه شويه. مساء الخير على حضراتكم. زي ما شايفين معاكم معانا النهارده نموذج لسيده شقيانه على لقمه عيشها، ام ياسمين الست الاصيله اللي بتساند جوزها كتف بكتف في مهنه صعبه جدا، مهنه المعمار اللي تقريبا هي مهنه يعني بتاعت الرجاله بس او مهنه ذكوريه بس، لكن ام ياسمين اصرت ان هي تقف مع جوزها من 15 سنه من اول ما اتجوزوا علشان يوفروا مع بعض هما الاثنين لقمه عيش لاولادهم هم الثلاثة. يعني حتى النهاردة الجمعة الناس كلها بتكون أجازة مريحة في بيتها، لكن أم ياسمين بتنزل تشتغل حتى كمان في يوم الأجازة علشان توفر لقمة عيش لولادها وتساعد جوزها اللي حتى كمان خلاص هو اتخلى عن العمال كلهم وبقت أم ياسمين مراته هي اللي بتشتغل معاه بس، بينزلوا هما الاثنين من بعد الفجر بيبدأوا يشتغلوا في المعمار، يعني بيطلعوا رمل بيطلعوا طوب، هي بتشتغل في أي حاجة تقابلها مع جوزها علشان تساعده في المعيشة. عندهم كمان بنتهم الكبيرة مريضة، يعني هي كمان بتشتغل معاه هنا وبتقضي كمان مع بنتها، بتتحجز معاها في المستشفى، بتتحجز ببنتها في المستشفى وبتساعد جوزها وبتشتغل في بيتها. يعني قصة كفاح كبيرة جدا من ست لسه في الثلاثينات من عمرها، يعني أم ياسمين اللي قدام حضراتكم عمرها 35 سنة، بقالها 15 سنة بتشتغل في المهنة الصعبة اللي احنا هنتكلم معاها عنها النهاردة. هي بتساعد جوزها، الاثنين بينزلوا مع بعض بيشتغلوا في المعمار، بيطلعوا اي حاجة للبيوت، رمل طوب بلاط اي حاجة بتقابلهم هم بيطلعوها، هي بتقف تحت زي ما شايفين مع حضراتكم كده بتملى الونش وهو بيشده من فوق ايد بايد، بيساعدوا بعض وكتف بكتف واقفين مع بعض على مدار 15 سنة رحلة جوازهم. هنتكلم مع أم ياسمين وهنعرف منها قصة كفاحها هي وجوزها الحاج أحمد وإزاي بدأت المهنة الصعبة دي وإزاي دخلت فيها. أم ياسمين مساء الخير. مساء النور. أخبارك إيه؟ الحمد لله. عرفينا بنفس البلد. السيدة محمد وبقالي عندي سني 35 سنة ومتجوزة وعندي 3 أولاد. بقالي كام سنة بتشتغل؟ بقالي 17 سنة شغالة في المهنة دي. صعبة قوي. هي صعبة بس أنا يعني ربنا محببني فيها. بدأتها كان جوزي، يعني كان جوزي بقى يعني ايه انا انتي هبطانة من الشغل، خدي نفسك خدي نفسك واحنا معاكي، انا عارفه ان هي حاجه صعبه جدا. يعني كنت اول بدايتي كان جوزي قال لي تعالي بس ساعدي معايا بس، قلت له ماشي. فجاله شغلانه فالنفر، يعني احنا اي حد بيضحك على اي حد في الدنيا دي. المهم لما ضحك عليه قال لي خلاص يا سيده ايه شغلنا راحت، مش مهم بقى تعالي ايه نمشي نروح. يعني جوزك كان متفق مع عامل ان هو يجي يساعده بس العامل ما جاش، فاضطر جوزك ان هو يجيبك انت مكانه. لا هو ما جابنيش، هو قال لي تعالي خلاص ايه احنا هنمشي، مش هنروح يعني الشغلانه ما دام العامل مش هنروح. هو ناوي ما يروحش عشان العامل ضحك عليه، فبعدين ايه انا قلت له ايه طب تعالى وانا اشغلك. هو خايف من الشغل مني. قال لي يا سيدي احنا رايحين بلد غريبه وبعدين ممكن الناس تضحك عليك وانت مش عارفه في الشغل هتشيلي البراوته ازاي. قلت له يا سيدي اتكل على الله وانا ايه معاك وربنا هو المستعان. فقمت انا ايه خدنا الونش واتكلنا على الله والحمد لله سدت يعني، والحمد لله خلصنا الشغلانه وبقى مبسوط. من نهارها بقى ما عادش مسك فيها، ما عادش حتى بسيبني في اي شغل، انا اللي بسد له شغل والحمد لله. الفضل يرجع لربنا برضك والصحه اللي ربنا مديها لي، وربنا يعيننا على اكل عيشنا ويشفي لي بنتي قبل كل حاجه يا رب. انت عندك بنت مريضه؟ عندي بنت تعبانه. عندي الكبيره بتاعتي بقى لها 17 سنه فجالها تعب كده يكفي الشر يا رب لكل المسلمين يا رب وما يضر حد ابدا اللي هو المرض الخبيث. فهي بتتعالج منه وبسد مع ابوها عشان برضه هي محتاجه برضه الجنيه، فانا بسد مع ابوها. انت قلتي توفري عقل اوفر يعني اجره النفر عشان ايه عشان خاطر بنتي لان هي محتاجه الجنيه هي الاولى بيه. فاني بس كمان بتروحي تتحجزي ببنتك في المستشفى؟ يعني بتحجز على حسب الجرعه، 5 ايام على حسب ما بيحددوا لها الجرعه. بتحجز حتى لو جوزي وراه شغل بيستناني عاد على ما باجي، بتاخر زياده عن اللزوم بتصرف بس بيبقى غصب عنه بقى. بس بيبقى شغل تقيل عليه لان ما فيش حد يعني فاهمه في الشغل زيي.
بقالي كتير فتره معاه وشغاله معاه بقالي 17 سنه، ما حدش فاهمه في الشغل زيي. الشغل من امتى بقى؟ بتبدأ شغلك ازاي؟ ببدا من حوالي، لو انا في الصيف بشتغل من الساعه مثلا 4 الفجر، لان الساعه البدريه بتبقى بتديني شغل، لان الحر بيبقى وحش عليا في الشغل. وفي الشتاء بشتغل عادي من 5 ل 6 لحد بقى الصبح. من 5 الصبح لحد اخر النهار على حسب الشغل اللي معايا. ان جالنا باب تاني بنتنقل، ما جاش باب تاني بنروح عادي يعني. بتشتغلي بقى في ايه غير الرمل؟ بشتغل في الرمل، في الطوب، في الزلط، في البلاط، في اي حاجه في المعمار، لو الخرسانه حتى بشتغل فيها عادي. بشتغل عادي. قلتي ان انت بتجري كمان، انا مش عارفه. لا البروته بتاع الطوب بعبها عادي وبزقها، لان كل حاجه لها شغلها. الحله لها شغل الرمل، تبقى ثابته مطرحها، والبروته بعبيها وبزقها على حسب ما المسافه بتاع الطوب للوينش. وبزق عادي وربنا بعيني، وبشتغل في الاسمنت عادي وبشتغل الاسمنت. بس الشغلانه صعبه قوي، اكيد بتتعبي بقى. انا بتعب اي، بس بقول يا رب انا بتعب اي، وربنا اللي يعلم بتعبي، بس ربنا اللي يكافئني بقى، بس ربنا محببني فيها الحمد لله يعني. انت بتحبيها؟ انا بحبها وبحب اطلع مع جوزي. انا حابه ان انا اطلع مع جوزي، لان انا ما بحبش يعني اشتغل بره. بحبش حد يتحكم فيا، اما اشتغل مع جوزي احسن ما حد يتحكم فيا. لان انا جربت طلوع بره شغل بره، في لما اخذ في الكلمه في الصروح يعني، في الاراضي لقيتها متعبه يعني. ديت هي ديت متعبه عندي، بس دي متعبه اصعب من اللي هي بتاعتي. ليه؟ لان غصبانيا لازم اخلصها شغل ولازم اخلصه. فلقيت الاصح ان انا اشتغل مع جوزي في الشغلانه اللي انا فيها. ايد برضه ايد بايد. وفرت عمد، وفرت تكلفه العامل، لان بنت اولى بيها يعني، بنت تعبانه ومستحقيه. فبقول ايد على ايد يعني رحمه، واللي داخل لنا حتى داخل لعيالي، مش داخل لحد غريب. يومك بقى بيمشي ازاي يا ياسمين؟ يعني انت بتخلصي من هنا بتروحي ترعي بنتك التعبانه وكمان بيتك؟ الحمد لله عادي، بخلص شغلي وورايا شغل في البيت بعمله، وبراعي بنت عادي، بشوفها هي عايزه ايه، غيار، لبس، اكل، حاجات من ديت، وبراعي عيالي برضه والحمد لله يعني. انت قلت لي كنت بتجيبهم معاكي وهم صغيرين؟ البنتين كنت بجيبهم هم صغيرين. كنت معايا، كان يعني طول ما هم صغيرين كنت بجيبهم معايا في البيت في الشغل. اما بداوا يكبروا بقى ما ينفعش ان انا وانت اجيبهم معايا في الشغل. يعني قعدوا في البيت. طب انت كست شغاله في ريق، انت كل شغل اغلبه بيبقى في الكره بقى المحيطه بمكان. في اي حته بطلع فيها يعني. الناس بقى رد فعل الناس لما بيشوفوا ان الست هي اللي جايه تشتغل في المعمار؟ والله بيبقوا ساعات يتفرجوا عليها، بس الحمد لله والشكر لله. بعمل شغل يعني بسد يعني، ما بخليش، لا ما بخليش حد يقول ده جايب واحده ست ومش عارف يشتغل. لا، بدعي من ربنا ان يديني الصحه ويوفقني في الشغلانه ديت، واخلصها بالستر واطلع على خير من البيت اللي انا فيه. ده كل بيت بخش وبقول فيه كده. انتوا كمان بقيتوا مشهوره هنا في المحافظه كلها يعني، ام ياسمين والحاج احمد. احمد الونش. يعني والدنيا كلها عارفاني الحمد لله يعني، والدنيا كلها عارفاني. هم عارفين يعني، ما عرفوش اسمي، هم عارفين ان انا مرات احمد الجيوشي بس. والواحده الست اللي بتشتغل مع جوزها يعني، لو حد جه سال على ونش ولا حاجه، الواحده الست اللي دي ايه بتشتغل مع جوزها. انما عارفين اسمه واهله والجماعه دول لا. طب عارفيني باسم جوزها. بداتي بقى يعني اتجوزتي خلاص، واول ما اتجوزت قلتي انا هشتغل مع جوزي، اهلك بقى قالوا لك ايه؟ هم الصراحه هم زعلانين، هم كانوا زعلانين، لان دي مش شغلتي، لان دي شغله رجاله ودي شغلانه صعبه. فاني بقى اتحددتهم. كانت متدلعه؟ ده حاجة تانية، أنا كنت حاجة تانية. لا أنا هجيلك دلوقتي تقولي. أنا كنت حاجة تانية يعني عند أبويا، بس ساعة ما الواحد بقى بالطبع على الطبع اللي هو خشش عليا يعني. أنا مثلا أنا كنت عند أبويا حاجة، وما خشيت بيت جوزي حاجة تانية. الطبع على الطبع بتاع جوزي، لأن عند أبويا حاجة وعند جوزي حاجة. بيقول لي بقى إن أنت كنت بشعرك بقى ده حاجة تانية بقى. ما هي البنت بتبقى حاجة عند أبوها. اتخليت بقى أنت عن كل الحاجات دي، اتخليت عليها. ليه؟ عشان عندي عيال وعندي بيت، ومش عايزة حد بس إيه يقول ده مش عارفة تعيش، ده مش عارفة تأكل عيالها، مش عارفة كده يعني. في الناس بتقعد وبتبقى يعني مستنيين اللحظة اللي زي دي. أنت واجهتي بقى. فأنا الحمد لله يعني والشكر لله قبل كل حاجة، ربنا يديني الصحة ويدي لجوزي الصحة، ويبارك لي في عيالي، ويشفي لي بنتي، ويشفي كل مريض يا رب محتاج الشفاء من ربنا. يا رب. طب قول لنا بقى يا حاج أحمد، أنا الحمد لله تمام. ايه عرفنا من تصدق؟ أنا اسمي أحمد الجيوش. تمام. طبعا السن بتاعي؟ لا متجوز أم ياسمين بقى لكم كام؟ أنا بقالي دلوقتي 17 ولا 18 سنة. 18 سنة. وهي شغالة معايا بقالها 17 سنة. دخلتها ازاي بقى في الشغلانة الصعبة؟ والله أنا كنت مبيت على نفر ورايحين نشتغل في نقيطة. جنب من نقيطة اللي جنب المنصورة دي. كنا رايحين نشتغل في جامع، وكنت مبيت على نفر. فبعدين النفر الصبح ضحك عليا،
فانا قلت بقى هعمل ايه دلوقتي؟ طب انا دلوقتي هعمل ايه مع النفر ده؟ تعالى يا ستي نروح نجيب الونش ونقعد. لا يلا وانا جاي اشتغل معاك. قلت لها تشتغل معايا ازاي؟ انت هتعرف تزق الباروته؟ انت هتضحك الناس عليا. قالت لي بس يلا. قلت لها خلاص يا ابني ايه نصها بنصها كده، نص براويطه بنص براويطه ونعدي اليوم وخلاص. قالت ماشي. فلقيتها مره في مره كده براويطه براويطه، لقيتها ايه بتملى بتملى براويطه، لما ملت البراويطه وزقتها لقيتها ايه بقى ما كانتش كده بقى، كانت جامده، كانت جامده عندها بقى رفيعه كده وعامله، بس هي الوقت ربت عضلات يعني. فالمهم ايه جيت بعد ما خلصنا وربنا كرمنا بشغلنا جنبيه، قلت لها الله وحظك كده بقى شغلنا جت جنب الجامع على طول. خلصنا دي ودي، ومن من يومها بقى من بقى لها 17 سنه شغاله كده. ما بتسيبهاش انت بقى؟ عمري ما اقدرش، حتى لو اشتغلت من غيرها هتحس ان ناقصنا حاجه. ملبوخ. قول لي بس الصنايعي اللي معاك شغال كويس ولا ايه؟ لا شغال، ده هو يعتبر ان الصنايعي عندي. انت كمان الصنايعي عندك؟ اه لا هو لا لا يا اسطى، لما ولا 10 رجاله يملوا عيني في شغلها بصراحه، مش عشان حاجه يعني، هي دي حقيقه ولازم تتقال يعني. مش قادر اقول يعني، مش قادر اوصف على اللي هي بتعمله معايا بصراحه. هي واقفه معايا، لا هي واقفه معايا وسادة معايا، اكن يعني وقفت معايا الاخ ما وقفش مع اخوه بالوقفه دي. وربنا يديها الصحه ويا رب ويشفي لها بنتها اهم حاجه، ويبعد عنها عيون الناس. اه طبعا يعني بتطلع من الفجر بنروح بعد العشاء او المغرب، وتروح مؤاخذه تغسل عيانها تغسل هدومها وتطبخ، وشايفه شغل بيت يعني، شغل البيت لوحده مشكله يعني. هتخلص شغلها اهو، هتخلص اهو وهتروح برده كل عيال عندها شغل عندها بتاع في البيت، ومخليها ومش مزعله اي حد ولا، ومخليها بيتها يعني. لو رحت كلنا بصراحه مش عشان حاجه ولا عشان كده، بس هي ديت دي حقيقه تتقال عشان ربنا ما يحاسبنيش عليها. بس تقعدوا بقى مع بعض كده يعني، الشغلانه الصعبه دي ما تشكيلكش تعبانه جسمها وجعها، بتصبرها بايه بقى وبتقول لها؟ بروح بقى اجيب لها كلو كنافه ولا كلو قطايف ونقوم قاعدين وخلاص، بنقعد نضحك شويه 5 جنيه لب ولا حاجه، واقعد احنا نضحك والليله تعدي. ربنا سندك سند طبعا. سندي وهي وش الخير عليك من سنه. والله وش الخير، انا بقول لك يا فوشيه والكلام ده يعني وش خير عليا وكل حاجه بصراحه مش مخليه. فربنا يديها الصحه يا رب ويعينها على عيالها وعينها وعينها عليا مش عيننا. طب يعني عايز اقول لك، اول ما ام ياسمين اشتغلت معاك في الشغلانه دي اكيد قابلت بقى انتقادات وكلام كتير. كلام كتير، احنا كنا رايحين مره في بلد جنبنا هنا، فالزبون بيقول لي كل شويه يقول لي ايه امال الانفار اللي معاك فين يا بنتي؟ فالانفار اللي شغال وينش؟ تقول له يا عم الحاج احنا اللي هنشتغل. انا المهم جينا في يوم وروق، المهم ايه اشتغلنا لغايه بعد العشاء كده، خلصنا شغل وجيت بقى ايه وقلت لها ايه والجو ظلم. فالمهم جيت انا قلت له ايه، قلت لها تعالى ما نروح وبكره نبقى نكمل. فلسه مؤاخذه بننزل شويه طوب كده من فوق من البراويطه، يوم الراس واقع على صباحها، فضلت طول الليل عامله صباحها كده طول الليل. فبقول لها الوقت بتقول لي للراجل الوجل الوقت، بيقول فين الرجاله وفين الناس اللي هيشتغلوا؟ طب دلوقتي احنا هنقول للراجل ده ايه؟ ده الراجل ده هياكد ان انت واحده ست مش هتعملي الشغل ده، يعني قولي له خد الونش وروح. فجينا تاني يوم الصبح بقى خلصنا واحنا قاعدين مؤاخذة نفطر كده، فبقول له يا عم مش عاوز اسمي اسامي بقى، فبقول له يا عم الحاج دلوقتي انا عاوز اقول لك الكلمتين اللي عندك في قلبك اللي انت عاوز تقولهم لي ومكسوف. انت كنت بتقول ام ياسمين دي مش هتعمل كذا الشغل ده، صح؟ قال اه. قلت له طب ايه رايك دلوقتي انت جايب 15000 طوب ولا 18000 طوب، طلع ولا ما طلعوش؟ قال له طلع. يا عم بقى ما عادش بقى اتقلنا فيها بقى. المشكله هي كميات كبيره كمان. اه يعني مثلا جه خمسه. فايدها كمان يعني؟ لا دي لا ده هي كده لا ده ساعات ببقى هو انا ساعات ببقى احس كده لما متجوز. خلي ايدك كده ورينا. ساعات انا ببقى احس كده متجوز راجل مش متجوز واحده ست بصراحه يعني. ايدها ايدك برضه اه الايد الشهيانه. لا يا ايد الشهيانه ايه؟ لا ده ساعات بيجوا من كتر الشغل دول بيبقوا يخروا دم عندي، دول الاربع الخمس صوابع من قدام دول بيبقوا يجيبوا دم ساعات يعني. من كتر لان الطوب بيمسح الصوابع. فانا ما بعرفش اشتغل في جويند، لو اشتغلت في جويند ما اعرفش اشتغل البراويطه، البراويطه نفسها ما اعرفش ازقها. لازم ايدك بس. لازم ايد اللي تتحكم في البراويطه. انما مع الجويند ما اتحكمش ما ازقهاش. لازم ايدي اللي تتحكم فيها. فالمهم لما جينا بقى تاني يوم تاني مره بقى نعمل الشقه اللي فوق، فلقيته بنادي بقى ايه تعالى يا احمد تعالى يا ياسمين اقعدوا افطروا. قلت له ما انت كنت فوق تحت بتقول ايه انتوا مش هتعملوا الشغل وبتاع. يا عم مش كل شويه تقنف فيها بقى.
انت كل خلاص انا عرفت اللي هي هي ب 100 راجل وخلاص انا عرفت وبصمت. برضه كنا شغالين جنبنا هنا في بلد من اسمها متلعمل هنا، كنا شغالين عند مع في واحد يعني رتبه في الجيش يعني. فالمهم لما لقاها كده كان كان الرمله مؤاخذه بتحط عند البابا كده وهو بنشد بالحل. فبقول له يا ابني انا الناس كلها في الجيش وكل اللي بيقابلني بيديني تحيه، انا راجل رتبه بيديني تحيه، انا بقى اللي هقف وادي لمراتك التحيه. لقيت الراجل عكيد بقى ورتبه حلوه ولقيت واقف بيعمل لها كده، بقول له لا كده يا عم احنا ايه اللي حصل؟ قال لا ده هي دي بنت راجل ولازم اللي انت لو سمحت في يوم من الايام اللي انت زعلتها انا اللي هاجي لك. بكلمك كده. بتتخانقوا في الشغل بقى؟ بتختلفوا في الشغل ولا لا في الشغل؟ لا, في الشغل. لا انا ما بكلمهاش في الشغل، انت عندي سيادتك انت شفتها احنا شغالين. انا ببص لها بس لا 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 انا بكلمها انا بكلمها بكلمها بس بنظري يعني، انا بكلمها بالاشاره، هي فاهمه انا عاوز ايه، ما بتبص لوشي عارفه انا عاوز ايه بس من غير كلام. ما انا كلام مع صاحبي وكلمني ازاي بقى هيقول لك ده مش عارفين يشتغل وده مش عارف ايه. طب العامل بقى كان بيعمل معاك كده؟ لا العامل العامل بقى بخلي دماغي دي انا مروح. طب انا كنت جاي منفر معانا في يوم، هي تعرفه هي قبل ما اتكلم كانت هي غايب الكراك راح. يا علي انا شوف بتضحك ازاي عشان عرفته اهي. الكراك راح ونص العده يعتبر سيبناه في الشغل، بوجتها حاسبه وفرج عليه فرج عليا الناس. كمان قعد كمان اسبوع تعبان فيه، وقعدت اسبوع تعبان عشان اشتغل معاه يوم ليه من الكلام. ما هو انا لما اكون بشغل في الصيف والمكنه دي فوق الصيف كفايه الزن بتاعها جنب ودني يبقى زن مع كلام. تبص تلاقي دماغي بقى خلاص انما بقى خلاص بقى هي بقى ببص مثلا بقى شغله فوق بيعمل ايه وانا تحت بعرف انا عايزه ايه. لو انا عزت منه طلب بشور له، لان هو مهما كان مش هيسمعني فوق ولا انا هسمعه تحت. من صوت تشور بس لان المكنه بتبقى جنب ودنه ما بيسمعنيش ولا انا بسمعه. تشور بس. طب قول لنا بقى يا ياسمين نفسك تقولي ايه؟ سيدي يا سيدي منفضه من الرمل بتتمنى ايه؟ احنا عاوزين نفسك ايه بقى يعني؟ انا نفسي ربنا يشفي لي بنتي يا رب كده، هي وكل المسلمين جميعا قبل كل حاجه يا رب يشفيها لي ويبارك لي في عيالي ويبارك لي في جوزي. واللي ربنا عايزه هو اللي هيكون، وانا مش طالبه حاجه من ربنا ان ربنا يشفي لي بنتي ويعيش مستوره قبل كل شيء الحمد لله يا رب. واحنا احنا لا عندنا معاش ولا بقبض من اي حاجه خالص في الدنيا. اللي عندي معاش ما فيش الا مزه ضغط دي. لا حاجه دلوقتي غليت وإن جالنا شغلانة زي دي بنشتغلها ما جالناش واد احنا قاعدين. ومعايا تلات عيال منهم بنت تعبان، واحدة في أولى ثانوي وواحدة في تانية إعدادي وابني في الحضانة عنده أربع سنين. بس وأنا راجل عندي 50 سنة يعني لو اشتغلت السنة دي مش هشتغل السنة الجاية. ربنا يديك يا رب. فاهم قصدي؟ أقول إيه؟ أقول لها هو اللي كل شوية يمشي. هما حاجتين اتنين، الجزمة بتاعت أمي جزمة أمي على دماغي وديت ورا منها. انت بقى تقولي ايه؟ عايز اكتر من كده؟ بس هما جزمتين اتنين دي أمي. تقولي ايه ده؟ قول له ربنا يديك الصحة يا أحمد ويخليك لنا يا رب. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا إلا اللي ربنا يبارك لي في عيالي ويشفي لي بنتي وجوزي يبقى جنبي مني. أنا مش طالبة حاجة أكتر من كده وعيش مستورة بس. مش عايزة حاجة أكتر من كده. ربنا يوفقك يا رب وربي يشفي لك بنتك وتشوفيها عروسة بقى إن شاء الله وتفرحي بيها. ربنا يخليكم لبعض زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا. خلاص مش هنعطلكم بقى أكتر من كده. زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا دي كانت قصة كفاح أم ياسمين والحاج أحمد. يعني أم ياسمين بتشتغل في المعمار بقالها 17 سنة كتف بكتف مع جوزها بتسنده من أول يوم جواز في المهنة الصعبة والشقة اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم. هو بيشتغل على الونش على المكنة فوق وهي تحت بتعبي عليه سواء رمل أو طوب أو أي حاجة خاصة بالمعمار. أم ياسمين بتشتغل معاه وعلشان هي شاطرة وبتتقن الشغلانة جوزها اتخلى عن العمال وبقوا هما الاتنين لوحدهم بينزلوا من بعد الفجر يبدأوا شغلهم ويتوكلوا على الله علشان يرجعوا بلقمة عيش لولادهم التلاتة. منهم زي ما سمعنا معاكم إن في الكبيرة بنتهم الكبيرة مريضة، أم ياسمين كمان بتتحجز معاها في المستشفى وبترجع
تكمل مع جوزها المسيرة أو رحلة كفاحهم هما الاثنين مع بعض. كنت معاكم مشاهدينا، بشكركم على المتابعة، وانتظرونا هنغطي معاكم كل الأحداث في محافظة دهلية.